تنامت خلال السنوات الأخيرة ظاهرة العمق خلال المحيط المدرسي وخارجه، وتضرر المربي كما التلميذ من هذه الظاهرة التي شهدت ارتفاعا طفيفا خلال هذا الموسم الدراسي بالجهة. ووجد المختصون في المجال التربوي الحل في تكثيف النوادي الثقافية المدرسية لتخفيف الضغط على التلميذ. حاولنا أن نفهم الظواهر هذه، شنو هي الأسباب نتاعها، شنو هي إمكانيات التدخل فيها، ولاحظنا أنه صراحة في مدخل من المداخل المهمة اللي يمكن البناء عليها هي مدخل الأنشطة الثقافية بكل أنواعها ومكوناتها في مستوى المؤسسة التربوية. المؤسسة تعرفون أن هي تنفتح على كل على الثقافة، وليس للتعليم فقط، على الثقافة والتعلم والارتقاء بمستوى أبنائنا فكريا وثقافيا. عددية الزهور بولاية الكسري من المؤسسات التربوية التي شهدت خلال هذا الموسم الدراسي سلسلة من أعمال العمد خلال الوسط المدرسي وخارجه، ما جعل عددا من المربين يبحثون عن سبيل لإيقاظ التلميذ من نفسه وتصحيح مساره، فكان سلاحهم الفن بتكثيف نوادي الثقافة بالأعددية، والنتيجة بدت واضحة في هذه اللوحة الفنية. حبينا نقدموا الأنشطة نتاع وليداتنا، حبينا نقولوا العنف لا للعنف، ما فماش عنف في الوسط المدرسي نتاعنا، تلامذتنا ناشطين، تلامذة بالحق عندهم مواهب. التظاهرة هذه ضد العنف سميناها نظرا لتفاقم ظاهرة العنف في إعدادية الزهور، حبينا نأثروا تلامذات ونخرجوا ونبينوا للناس اللي الزهور تظهر. مربون قرروا انتزاع الأشواك من طريق أبنائهم وتحويل وجهتهم إلى مسار أفضل بعيدا عن الانحراف وسياسة العنف. ومع انتهاء السنة الدراسية بكثير من الجهد، أضحت النوادي الثقافية من أولويات تلاميذ إعدادية الزهور الذين قدموا عروضا متنوعة تحت عنوان لا للعنف بالوسط المدرسي. العرض هذا خصوصا للشهيدة وكل الشهداء، ونحب نوصل ميساج لفلسطين وكامل الدولة، نقول لهم رانا معاكم. الموسيقى تعطينا برشا ميساجات لتجنب العنف، وكما شفتوا عروض ندعموا بها القضية الفلسطينية. وبهذه النتائج وبفضل إرادة التلميذ للقطع مع كل أشكال العنف وأسبابه، وإصرار المربي على بناء جيل جديد متوازن ومتماسك، سيتحقق الهدف.